لسه مستمرين معاكم مشاهدي، نهارك سعيد في قناتنا النهارده. وهنتكلم دلوقتي الحقيقه عن مؤتمر، وهو مؤتمر عمال مصر الديمقراطي. مؤتمر عمال مصر الديمقراطي في اجتماعه الثاني، واللي ان شاء الله هيكون يوم الجمعه اللي جايه. المؤتمر ده بيناقش مشاكل كتير جدا، بيناقش النقابات، مشاكل حريات النقابات المختلفه، بيناقش مشاكل المراه اللي كترت بشكل اكبر بكتير واللي قل دورها بشكل ملحوظ في حاجات كتير جدا في الفترات اللي فاتت. يعني هيتكلم عن مشاكلنا، مشاكل الشعب المصري بشكل عام. النهارده الحقيقه هنتكلم، او ضيوفنا في البلاتو اللي هنتكلم معاهم تحديدا عن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، الاستاذه منى عزك، منسق وحده رفع الوعي لمؤسسه المراه الجديده. صباح الخير استاذه منى، واهلا بحضرتك معانا. الاستاذ صلاح الانصاري، عضو بدار الخدمات النقابيه والعماليه. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك استاذ صلاح. اطلب من حضراتكم بس في البدايه نشرح المؤتمر ونشرح اهدافه، اتفضلي. مؤتمر عمال مصر الديمقراطي هو مؤتمر بيضم حوالي 200 نقابة عمالية من قطاعات صناعية مختلفة ومن محافظات مختلفة. الهدف من المؤتمر ان يبقى فيه كيان ما بيجمع هؤلاء العمال، بيخلق حالة من تبادل الخبرات والتواصل بينهم. المؤتمر العمال الديمقراطي بيحاول ان هو يساعد العمال عن انها تشرح قضاياها ومشاكلها والخروج بشكل جماعي ومناقشة جماعية فيما بينهم لحل هذه المشكلات. العمال نفسهم هم اللي بيديروه، هم اللي بيحطوا خطة العمل بتاعته، وهم كمان اللي بيحددوا احتياجاته. يعني احنا عندنا الاجتماع الثاني للمؤتمر هيبقى بكرة، وده الاجتماع الثاني علشان العمال يحطوا تحديد احتياجات هم محتاجين ايه علشان تبقى عندهم نقابات موقعية قوية وكمان اتحادات نوعية واقليمية قوية. وكمان هيحطوا خطة عمل وهيطلقوا بكرة حملة لاصدار قانون الحريات النقابية. فده الهدف الاساسي من المؤتمر. تمهيدا نأمل ان الحركة العمالية دي وحركة العمال داخل مواقعهم تأدي بيهم ان هم يبقى عندهم كيان مستقل خاص بيهم، اتحاد او كيان ما يقدروا يعبروا بيه اكتر عن قضاياهم. صراحة مين المشارك في المؤتمر؟ ازاي هنوصل صوتنا للي هيحصل في المؤتمر؟ يعني هنعمل المؤتمر وهنتفق وهنحاول نوصل لكل اللي احنا عايزين نوصله، هنوصل صوتنا بعد كده ازاي؟ يعني شويه تفاصيل يهمنا يعني زي ما قالت الاستاذه منى، ان المؤتمر عمال مصر الديمقراطي بيضم اتحادات اقليميه ونقابات مستقله بعد اطلاق الحريات النقابيه بعد ثوره 25 يناير. بقى اصبح للعمال اللي كانوا محرومين من تنظيمهم النقابي بشكل عام بدأ عندهم فرصة انهم بايديهم بيشكلوا نقاباتهم بشكل ديمقراطي، وده بيكسر الاحتكار النقابي القائم في الاتحاد الرسمي. فهو اطار جامع لناس كانت محرومة من حقها في التنظيم، بدأ يبقى بتتكون نقاباتها، بدأ صوتها يوصل للتأثير على صانع القرار فيما يخص قضايا الطبقة العاملة للمجتمع بشكل عام، من حيث الشعار اللي كان مرفوع: العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية. فده لب الأهداف اللي هتوضع عليها خطط عمل وبرامج من أجل المطالبة بيها. يعني صوتنا هيوصل ازاي بقى يا فندم؟ وازاي هنقدر بعد ما هيحصل المؤتمر وبعد ما ان شاء الله نحقق اهدافنا ونحقق مطالبنا، ازاي هنقوله وهنقولها لمين؟ احنا زي ما حضرتك قلتي ان العمال نفسهم هم اللي هيحطوا خطة العمل بتاعتهم وهم اللي هيتابعوا تنفيذها. لكن احنا كمان شايفين ان فكرة الحق في التنظيم وفكرة الحريات النقابية ده مش شأن يخص العمال بس. واحنا في فرص متاحة دلوقتي للعمال، اولا منها الفرصه اللي انتزعها الناس في الشارع للتعبير عن حقهم في التنظيم. واحنا شفنا حاله الحراك الاجتماعي اللي كانت موجوده حتى قبل الثوره وبعدها، فدي فرصه. الحاجه الثانيه الاحزاب نفسها، يعني في العديد من الاحزاب الجديده اللي تشكلت
سواء احزاب يساريه او ليبراليه او ديمقراطيه او كذا. الاحزاب دي بتولي اهتمام بالحركه العماليه وبتولي اهتمام بفكره العداله الاجتماعيه بشكل مظبوط. عام. احنا داعيين عدد من ممثلي الاحزاب ورؤساء الاحزاب هيبقوا موجودين معانا وهو ده بكره شغلهم الاساسي بالظبط، افتكر علشان خاطر يعني يشوفوا بقى ازاي كاحزاب هتدعم هذه الحركه بقى العماليه، هتعمل هتحلها مشاكلها. البرلمان خلاص امبارح كانت المرحله الثالثه، فاحنا داعيين عدد من اعضاء البرلمان، اعضاء مجلس الشعب جميل. اللي نجحهم، وفي عدد من النواب البرلمان وعدونا بالفعل انها تبقى طرح القانون الحريات النقابيه هيبقى على اولوياتهم بمجرد انعقاد البرلمان. تمام. وفي بكره في المؤتمر الصحفي اللي هيعقد غدا الساعه 3 هي في بالفعل نواب برلمان هيعلنوا عن تبنيهم لمشروع قانون وطرحه في مجلس الشعب. كمان اللي بيدعم الموضوع في منظمات، يعني في دار الخدمات، مؤسسه المراه الجديده، في جمعيه المشاركه المجتمعيه. فانت عندك بكره تواجد لمجتمع مدني وسياسي باطياف مختلفه علشان يقول بكره ان احنا مع حركه العمال، وان في اجراءات بالفعل كمان هيقوموا بيها، وناكد على ان القضيه دي قضيه العمال مش زي ما الناس كانت بتقولها دي قضيه فئويه، لا دي قضيه مجتمعيه، ودي حركه علشان نساهم بيها لتحقيق المطالب الخاصه بالعداله الاجتماعيه اللي هو المطلب الاساسي اللي رفعوه الناس يوم 25 يناير. مؤسسة المرأة الجديدة، وأفتكر أنه سيدات كتير جدا قلقانين من دور المرأة وقلقانين من تقلص دور المرأة الفترة اللي فاتت، مش عارفة ليه والله يا أستاذة منى، بس حقيقي أنه عددنا ومشاركتنا قلة، عدد وصول كل اللي كانوا مرشحين نفسهم، عدد اللي وصلوا منهم تقريبا نسبتهم كلها ما تتعداش 2%، رغم أن احنا كنا واصلين لأكتر من كده قبل كده. يعني في حالة كده من التخوف عند كل السيدات أن احنا حاسين أنه دور المرأة بيتقلص. بنرجع شويه في الجزئيه دي، يعني في حاجات كتير قوي بنتقدم فيها، بس في جزئيه تحقيق المراه لحياتها العمليه ولتواجدها في السياسه ولتواجدها في المجتمع بشكل عام في تقلص، مش عارفين ده من ايه. ولكن مؤسسه المراه الجديده هل هتبقى بتشتغل على ده؟ ايه اكتر المشاكل اللي حضرتك او شايفينها في المؤسسه بتواجه فعلا المراه ومحتاجين نشتغل عليها دلوقتي؟ طيب انا عايزه بس الاول في الاول كده اطمنك، طمنيني ارجوك، ان النساء موجودين في الشارع بالفعل، ويمكن مع صعود الحركة الاجتماعية في 2005 احنا شفنا العديد من المواقع العمالية اللي النساء لعبت فيها دور بارز في الاحتجاجات العمالية ورفع المطالب، تطهير مؤسسات، تمام، الأجور، وأثناء الثورة وبعد الثورة. وشفنا حتى كمان لما النساء بتتعرض لانتهاكات عشان يتم اقصائهم من المجال العام، لا بالعكس ده بيقوي النساء اكتر والنساء بتنزل. وشفنا دورهم في الانتخابات وشفنا بالزبط. حاجات كتير جدا اللي احنا بقى بندور عليه ان هذه المساهمه اللي بتقوم بيها النساء في ارض الواقع، وان النساء موجودين في قطاعات عديده في مجالات العمل، ليه بقى ما بيترجمش لدى مواقع لدى الناس لدى صناع القرار؟ بالزبط. هي دي بقى مشكلتنا، هي دي بقى المشكله بقى. مش المشاركه، احنا بالزبط. بنشارك ومتواجدين بالظبط بفعاليه كبيره جدا، ولكن فين احنا فين؟ على سبيل المثال بقى في ضمن حاجات بهذا الشكل، احنا كان في حاجه اسمها تحالف المنظمات النسويه وما زال موجود، قدم العديد من الطلبات وطلب مقابله رئاس الوزراء السابق وكذا علشان خاطر فكره تمثيل النساء في الحكومه في الوزارات. طلعنا بيانا ونقدنا ان النساء ما تمش تمثيلهم، ونقدنا التصريحات اللي قالت ان النساء ما ينفعش دلوقتي يبقوا محافظين عشان الحاله الامنيه. احنا في هذا المؤتمر تحديدا مثلا احنا شغالين في حمله جمع توقعات واسعه بتتم من مواقع عماليه مختلفه ومن شخصيات عامه حوالين مطالب النساء، وبكره مثلا هيبقى قضيه النساء ومطالب النساء في العمل، سواء فكره تفعيل القوانين يعني المواد اللي بتخص النساء في قانون العمل اللي هي دور الحضانه وحصولها على اجازات رعايه الطفل، ان يبقى في قانون علشان يجرم التحرش الجنسي للنساء في اماكن العمل، ادخال النساء اللي هم عاملات الزراعه والعاملات المنازل ضمن الحمايه القانونيه، الغاء كافه اشكال التمييز اللي بتمارس على الناس وتحرمهم من شغل المناصب القياديه، وفي بالزبط. بعض المواقع في تمييز في الاجور، في بعض المهن ما زالت الى الان النساء مش موجودين فيها، يعني تلاقي النساء موجودين بكثافه مثلا في المهن الخدميه، يعني بكره مثلا احنا عندنا النساء في نقابات التمريض، في المعلمات، رائدات رفيات مشاركين معانا بكره. كل دي اجراءات احنا بنحاول نعملها علشان نطرح
قضايا النساء على الحركة العمالية وعلى أجندة المجتمع كله. قوانين التحرش مش بس في العمل لكن كمان التحرش بشكل عام. عام احنا عندنا مشروع مقترح قانون صريح للمشكلة دي. عندنا مشروع قانون احنا عاملينه من خلال قوة عمل مشكلة من 23 يعني جمعية وكذا للتحرش الجنسي سواء سوري للعنف الجنسي سواء لقضايا التحرش او قضايا الاغتصاب بما فيها التحرش الجنسي في اماكن العمل. جميل. استاذ صلاح يهمنا نعرف الحقيقة مين الاحزاب او مين رؤساء الاحزاب او مين هم البرلمانيين اللي هيكونوا مشاركين، لانه يعني مش بنخون مش بنشكك بس في ناس كتير قوي بتتكلم حلو قوي بس لما بيجي وقت الفعل ما بنلاقيهمش، وده يمكن اللي كنا بنعاني منه قبل كده. كل الناس اللي انتخبت وكل الناس اللي الناس راحت وادت بصوتها علشان الناس دي تبقى موجوده النهارده، اذا الناس ما حستش ان هم فعلا هيشتغلوا علشانهم فلازم يبقوا عارفين ان الناس دي ما بتشتغلش. مين هم الناس اللي هيكونوا متواجدين؟ مين رؤساء الاحزاب اللي هيكونوا موجودين؟ مين البرلمانيين اللي هيكونوا متواجدين؟ طبعا انا بس يهمني انا ليه داعيهم. يعني انا ليه داعي بصرف النظر عن الشخوص يعني. هو طبعا هو في رموز برلمانيه كبيره سبق انها دخلت البرلمان وفي رموز جديده بكل اطياف اللون السياسي. انا ليه داعيهم؟ انا عندي قضايا لما بتكلم عن عداله اجتماعيه فانا بنظر لحد ادنى الاجور، انا محتاج مسانده برلمان ودي قضيه ما بتخصش العمال بتخص المجتمع لانها بتحقق عداله العداله الاجتماعيه فيما يخص العامل فمعيشته الحياه الكريمه اللي كذا اللي كذا اللي بينعكس على حياه الشعب كله. فانا محتاج برلمان يبقى مؤيد في رفع صوتي داخل البرلمان مش ابرازه كنجم برلماني مع كل الاحترام. انا عندي فكره قضيه التمييز اللي بقت شائعه جدا في مجتمعنا المصري، ان في ناس تاخد اجور منخفضه جدا وناس بتاخد اجور عاليه جدا. ناس مستوى الضرائب دفع الضرائب هم الناس الادنى مستوى في الطبقه العامله وعدم دفع الضرائب هم الحاصلين على اكبر قدر من الاجور. فهو الميزان عاوز يتعادل بمعنى المساواه. المساواه في تحديد الحد. يعني اقول لك على حاجه، لما انا ابقى عضو مجلس اداره في قطاع عام فالقانون يديني ان احصل على ما يساوي اصل يعني اللي نسبه 5% من مجموع الارباح الموزعه على العاملين. ان احضر جلسات مجلس اداره فاخد بدلات. بقى عندنا نقابيين اغنياء شكلهم في ثراء بيركبوا عربيات وفي عمال فقراء يعني، وانت بتدافع عن مين؟ مستوى ضريبي بيلقى العبء الضريبي على صغار العاملين. وبمثل يعني لما انا اصل الى 40,000 جنيه بدفع 20% ضريبه. فيما عدا ال 40 يعني اذا تجاوز هي ال 20 العشرين فضلة ماشية إلى ما شاء الله يعني أيا كان. فلو عملنا عدالة ضريبية وعملنا حد أدنى الأجور خدنا من فوق ادينا لتحت عملنا حد أدنى وحد أقصى الميزان هيتعدل. قضية التمييز كمان مش المرأة والتحرش وكذا، إن فرص المرأة غير متساوية في العمل مع فرص الرجل. فكرة الأجر الأساسي المنخفض والأجور المتغيرة الواسعة جدا تتيح الولاء للرئيس وليس الولاء للعمل. فتتعدد أشكال المكافآت بمعنى أن لازم أبقى قريب من رئيسي فأخذ مكافأة. لكن أنا عاوز يبقى الحد يبقى الأجر الأساسي هو الأجر اللي يعيشني فيما عدا ذلك يبقى تمام. فدي قضايا كلها بتخص العداله وعدم ده ليه احنا طلبنا مشاركتهم. مين بقى اللي هيشارك؟ يعني في اشخاص زي الاستاذ ابو العز الحريري، البدري فرغلي، عمرو الشبكي، عمرو الغفار شكر، عبد الغفار شكر من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، او الدكتور ابو الغار، الدكتور محمد ابو الغار. هي شخوص كمان بتحظى باحترام مجتمعي كمان. جميل حقيقي. جميل. طيب احنا بنتمنى التوفيق طبعا اكيد لحضراتكم، واتمنى التوفيق للمراه واتمنى التوفيق لمؤسسه المراه الجديده. اتمنى التوفيق للمراه والرجل. والمراه والرجل في تحيز على فكره بس يعني حقيقي انه ناس كتير جدا حاسه انه فعلا دورنا قلل عن ما كنا متواجدين بشكل اكبر مع وصول بعض التيارات المتشدده مع بعض العوامل اللي مخليه الناس كلها
مش عارفه المراه هتبقى فين ودورها هيبقى لحد فين. التيارات المتشدده دي تحدي، يعني التيارات المتشدده اللي موجوده دي تحدي. بس خدي بالك، وهم دلوقتي قاعدين بيدعوا دعوات لعوده النساء للمنزل، يعني خطابات بالزبط. من النوع ده. لكن خدي بالك، والست رايحه تنتخب عشان جوزها هينتخب ده، فهي هتنتخب زيه. بس خدي بالك ان في واقع اقتصادي دلوقتي بيقول، يعني في احصائيات بتتكلم حوالين واصله لحد 35% بتبدا، يعني الاحصائيات دي مصادرها من 22% لحد 35% بتتكلم ان في اسر العائل الاساسي بتاعها نساء. يعني الواقع الاقتصادي للمراه والمساهمه الاقتصاديه للنساء بقت واقع صعب جدا ان احنا نرجع لورا، وصعب جدا ان النساء تقبل انها ترجع لورا. واللي هيحصل صدقيني في البرلمان اللي جاي ومواقفهم هيحصل نوع من الفرس، ومواقف الاحزاب دي الاقتصاديه والسياسيه هتبان، والناس هتعرف ومش هيكرروا اللي عملوه ده تاني قبل كده. واللي مش هيشتغل مش هيبقى موجود. بالظبط. اكيد اكيد. استاذ صلاح الانصاري عضو بدار الخدمات النقابيه، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. الاستاذه منى عزت منسق وحده رفع الوعي لمؤسسه المراه الجديده، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده يا فندم. مشاهدي نهارك سعيد، هنروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معانا.